السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو اخرى معكم شات ناس والعشاق ديال يوسف 45. هيز باك. احترامات لهاد السيد هذا، خدام وكيخرج لكم موسيقى وداك الشيء غادي مع لايف هوايا. تبارك الله عليه يوسف 45. نقدو نعاتبو على شي حوايج ولا شي حوايج اللي ديجا داروا في حياته ولا الطريقه اللي خدم بهم ولا شي حاجه، ولكن موسيقيا هاد السيد هذا كيتسطع الموسيقى، عزيز عليه الموسيقى، وحنا هنايا غير باش نحكموا على الموسيقى. الحياه الشخصيه ديال كل واحد الله يسهل على كل واحد، الله يعاون كل واحد، وكل واحد فينا عنده الاخطاء ديالو، سو ما نبقاوش نديوه في الحياه ديال الاخرين ونديوه في الموسيقى. حنا بغينا الموسيقى من عند السيد هذا، والله يعاونه في حياته، والله يسهل عليه حاجه اخرى. عيد باليستينيانس بالنسبه لهادشي اللي طاري، باش تعرفوا ان هاد السطاطه راه مع الوقت، البوم غادي مع الوقت، البوم لايف، اول واحد كيدير البوم طويل ولايف هو يوسف 45. صراحه بتات كان خاصو يخدموا بطريقه اخرى، بتات كانوا النقاط اللي كانوا يقدوا يكونوا احسن، ولكن ما نقدوش نحيدوا العمل اللي كيدير هذا السيد هذا. داكوغ، خدام داكوغ، حنا غاديين مع الخدمه وهذا السيد هذا خدام. كنتمنوا ليه انتوراج حسن، ناس اللي نصحوا حسن، باسكو عنده موهبه اللي خاصها تستعمل ما هو احسن. هذا ما كان نتمزقوا لعيد باليستينيانس، كما قلنا غادي مع هادشي اللي طاري في القدس، اللي طاري في فلسطين، طاري نورمالمون كيتسناو حتى كيقرب العيد، عاد كيبداو يرونوا عليهم، عاد كيبداو يهجموا عليهم، عاد كيبداو يديروا هاد الصداع. هذا كل عام كيتعاود هاد الفيلم، ما يردوش ليه البال. الله معاهم، والله يعاونهم، والله يغلبهم عليهم. هادشي اللي غنقدو نقولو، حنايا نقدو نعاونوها بالدعوات ديالنا، ما حاجه اخرى ما غنقدوش عليها. سو الله يدير لي فيها الخير. اون توكا عيد باليستينيانس، اجي نتمسكو نشوفو يوسف كيفاش دوى على هادشي، وما كاينش بزاف اللي دوى على هاد القضيه هادي. باش تعرف هاد الصاط هذا في شكل، هاد الصاط هذا في شكل، وبالطنز اللي فيه باغي نعرف كيفاش دوى على هاد الموضوع. باغي نشوف كيفاش دوى على هاد الموضوع هذا يوسف 45. غيفاجئك اي حاجه تقد تسنى من عند هاد الصاط هذا. يوسف 45 جالس وخايد الوقت باش يكتب، خايد الوقت باش يكتب. عجبتني الدخله اللي بدا بها، كان زوين. ماشي غير العرب، العالم كامل، العالم كامل مليهي بكرة. شوف كيف ما بغى يكون البلد، كيف ما بغى يكون متقدم متحضر متأخر، عنده الحقوق ما عندوش حقوق، الشعب خاصو يبقى في التنويم المغناطيسي. ما عندك يصحابكم راه غير المغرب، فين ما مشيتي كرة للتنويم المغناطيسي، الأفلام البرامج المسلسلات كلشي تنويم، باش قد ما كونسونطري التليفون النهار كامل كيف ما بغى يكون. هادي على النفاق، يا تعزل سيجار يا عود الاراك.
لابد اشحال زوينة تستعمل الطنز ديالك والطريقة ديالك الفراط في موضوع بحال هكا. ما نهدار كان عبد الله ماشي بودا كيحضر تبيها. دغنيها مو لاحظتوا بزاف انا وراك على هذه القضيه ديال كان عبد الله ولا الاسلام وهذا ما عرفناش ما عرفش ما عنديش علاقه عن قرب مع السيد ولكن سين بونشوف انا كاتبه لي ايجابيه حيت ما كاين ما احسن من تقرب من طريق الله فهمتي كلنا كتبعدنا وكتجرنا الدنيا وهذه وبزاف ديال الحوايج ولكن ما كاين ما احسن من تمشي في طريق الله. اجي تقصر بقصر بي على شو هذيك العلاك في الحطاوه والدول العربيه ناموسيه النعاس وعلال هذا العام خدم مهدان لا علاك تعرف القيم ديال الاسواق كيسطينا يوسف الحركات ديالو يوسف ريفايف عالم الله يلا عالم بيرسوناج هو بيرسوناج ماشي رابر ماشي بيرسوناج هذا بيرسوناج يوسف ريفايف والله والله الحمد لله كاين واحد الامان زوين في المغرب والحمد لله المغرب باقي غيولي احسن خاص غير تضافر الجهود نحيدوا الاعذار ونزيدوا نخدموا نزيدوا نخدموا اللي ما يخدمش ما غيلقى والو واللي ما كتخدمش ما عندكش الحق تقول ما عطاوني والو نخدموا نخدموا كاملين على ودك مقاوم باقي صابر تدار موسيقار صراحه عنده الحس الموسيقي كتعجبني في هذه القضيات انا داكشي اش كنقول لكم حنا جايين باش نحكموا على الموسيقى هذا هو اهم حاجه الا بقينا كنحكموا على الاشخاص راه ما نديروا حتى حاجه راه عند كلشي فيه العيوب يا يوسف 45 فاش كيبغي يجلس ويكتب على شي موضوع
برافو برافو صراحة. من الرواب اللي فريمون باغيهم يديروا يكون عندهم مستقبل اكثر من هذا الشيء، ولا يكون عندهم فهمتي. حنت ملي كتصنت ليوس 45 صراحه كتصنت كتعرف بان الصاط متمكن موسيقيا من الشيء اللي كيدير، متمكن، عنده واحد الاريحيه في الخدمه، عنده واحد الجماليه في الاداء، فهمتي في شكل انا يوس 45 في شكل صراحه. كنتمنى لي اكثر من هذا الشيء. دابا لاشين واحد نص مليون ديال لي زابوني، مي خاص اكثر، خاص لي فان، لي فري فان ديال يوسف. راه كل فيديو ديال يوسف 45 كنقولها، لي فري فان ديال يوسف 45 خاصهم هما البارطاج، وهذا وعاونوا السيد راه خدام معاكم موسيقى. اكثر واحد مزك فهاد العامين اللي كاينه واقيلا في 2020 و2021 وهي باديه، اكثر واحد دار ديسك واك. برافو. موضوع ديال الساعه قلال الناس اللي يهضروا فيه، الطريقه ديال الكتابه والطريقه ديال الاداء والطريقه باش تخدم هذا الشيء زوين صراحه. الكليب نورمال مديور في الاستوديو، ولكن بالنسبه لواحد اللي يلاه كاتب هذا الشيء، حيت اون جينيرال هذا الشيء جو بونس يلاه مكتوب، جو بونس با هذا الشيء مكتوب شحال هادي. والاغلبيه ديال فاش يلاه كيكونوا يلاه صايبوا شي ديس كيكونوا هازين تليفون في يديهم، هو واخا هكاك ما استعملش تليفون وكيبان لك بانه خدم الكليب، حاول يخدم واحد ليماج، واحد البيرسوناج باش يوصل لنا هذا الميساج هذا. برافو يوس 45 في انتظار القادم، وان شاء الله غادي يكون احلى. كان معكم خوكم الشاج، تلاقاو في فيديو جاي. الياس.